وسهلا سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى. نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية آخر اللمسات قبل ضربة البداية. أصحابكم أنا رؤوف خليف في نقل حي لأحداث مباراة اليوم. مسافة طويلة بالكرة ويوسع العرضية، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. والحارس يلعبها بعيد عن مرمى. يبحث عن زميله. يحاول لعب كرة بينية غدارة. وقاموا بتشتيت الكرة. سلمت الجرة في هذه المرة. قام بدور دفاعي كبير ويستحق التحية من الجماهير. كادح يلعب كرة إلى الأمام. إنه يتحرك وحده. بداية محافظة قليلا للمباراة. لا يزال خارج المنطقة. دفاع قوي لا يعرف الرحمة. لا يمكن أن تعبر أو تمر بدون التغلب على هذا الاندفاع البدني العالي. كانت هذه أطول من اللازم. يتقدم بشكل جيد على اليسار، لكن لا توجد خيارات لديه. ونحن في منتصف الشوط الأول من المباراة. لم ينجح أي فريق في تقديم أي لمحة هجومية في الناحية الأمامية. والكرة للمنطقة الأمامية. الكثير من التمريرات في وسط الميدان دون أي محاولة لخلق فرص حقيقية. على الفريق الاستفادة من هذا الاستحواذ. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. يلعب كرة إلى الأمام. الفريقان لا يلعبان كرة مثالية باستحواذ فقير جدا. يتقدم إلى الأمام وفي نيته التوغل. هذه كرة جول. واضحا منذ فترة انهم سيفعلون ذلك. كان على الدفاع ايقاف ذلك الهجوم باي وسيلة، ولو حتى بابعاد الكرة الى خط التماس مثلا، لكن لم يحدث هذا. وتعرضوا لهجوم متواصل وانهاروا في النهاية.
بذل الجمود في المباراة بهذا الهدف، ولكن ليس من الفريق الذي توقعناه. لديه فرصة جيدة، صنع فرصة جميلة للغاية. وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. كرة طولية إلى الأمام، جدار دفاعي رهيب، تركيز دفاعي مرعب. حمادة يلعب كرة دورية للمنطقة الأمامية، مرت الكرة بشكل لطيف، لا تزال الكرة في المنطقة. كرة تعدي، جول، يتقدمون بخطى سريعة نحو إنهاء المباراة بأريحية بالتأكيد. إنها بغريزة الهداف لديه. متأخرون بفارق هدفين ولا تزال دهشتهم مستمرة. تدرج ممتاز بالكرة في عملية واعدة، يلعبها طولية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. اليوم ممنوع المرور والعبور، والكرة ملعوبة إلى الأمام، التوزيع ملعوبة، الدفاع في المكان لإبعاد الكرة، يوجه تسويبة قوية. Ladies and gentlemen, the ultimate winner.
يستهدف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. بغض النظر عن سير المباراة يجب أن لا يقبل الفريق المنهزم هدف آخر، وإلا وقتها تكون النهاية لكل الحكاية. شنو هذا؟ هذه كرة غير عادية، تسكر الشباك بكل رياحية. يا لها من بداية مثيرة للشوط الثاني. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فايز واحد. قلص تقدمهم وأصبح هدفا واحدا الآن. عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية. يرسل عرضية أرضية. يلعبها بينية أرضية. يمنع الخطورة ويقطع الكرة. يسدد كرة واللعب وجول. إنها البداية المثالية للشوط الثاني. نيوبورت يسجل هدفين في انطلاقة ممتازة. نيوبورت ينجح في العودة بالتعادل. تسديد على المرمى مباشرة. سدد الركلة الحرة بقوة.
الجزاء ينطلق نحو الخط الأمامي. كرة طويلة لا يستفد منها الفريق. ممتازة على الرواق الأيمن، هذه عملية واعدة. نرى اللاعب بجوار خط التماس ويستعد للدخول. سيتم التبديل بالحال. قطع رمية التماس، اعتراض ناجح. نيوبورت قد يقوم بإجراء آخر تغييرين بحوزته. توسيعة إلى الأمام، يحاول أن يلعبها بينية. نيوبورت وأمل تجنب النرفزة والتوتر في الوقت الإضافي وضربات الحظ. استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون قدرة على الاختراق. على اليسار بوستر يا ستار، وعرضية كانت التوزيع غير دقيقة بالمرة. الفريقان يؤمنان بحظوظهما ولن يكون أي منهما فريسة سهلة في قادم اللحظات. المباراة تتجه إلى التعادل ونحن بآخر الأوقات. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل تصدي. خليفة خلق فرصة استفاد منها الفريق، ينفرد بالحارس وحده وحده. كورة في المرمى، جول. استعادوا التقدم بأسلوب رائع. انتهى الأمر في ثواني وترك المنافس يعاني. أظن أنه سيأخذ تلك الكرة بعد المباراة للذكرى.
الكثير في هذه المباراة. ماذا تخبئين لنا أيتها الساحرة المستديرة؟ انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. يتقدم إلى الأمام، كرة هدف، جول! تقدموا بفارق مقبول وهو فارق هدفين. هذه تسديدة غير عادية، كرة بسرعة مكوكية تسكن الشباك بكل أريحية. لا يمكن لأي حارس مهما كان صد هذه الكرة. والزملاء في الانتظار. أزالوا الخطر مؤقتا. والكرة للمنطقة الأمامية. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة النهاية. أظهروا براعة كبيرة في الحلول الفردية ونضجا كبيرا في العمل الجماعي. لم يفقدوا أعصابهم واستمروا في الهجوم على الخصم ونجحت جهودهم أخيرا ويحقق الفريق الانتصار في هذا المشوار.